الميدالية الذهبية في وسط جمهورك وفي وسط شعبك ويعني في بلادك تكون عندها طعم خاص ماشي كيما الميداليات في بلد واحد اخر. ما يخفالكش انه الناس هادو كاع جاو على جنة، يعني كيتفرحوا مع تكون فرحة خاصة، والحمد لله قدرنا نفرحوا الشعب الجزائري. الحمد لله التعب تاعنا ما راحش في باطل، وشكر كاع اللي وقفوا معنا. هذه فرحة التتويج هذه اللي تحصلت عليها اليوم هي كبيرة بالنسبة لي بزاف، خاطش لي كيما نقولوا الجزائريين كامل جاو سيبورتاونا، وهذه حاجة كبيرة ليا وحفزتني باش ما نقدرش نخسر، لازم نكون من الأوائل.